خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه التهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقال سيادة الرئيس عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: كل عام وأقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل عام والمصريين هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش، سائلين الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبنائه بحفظه ورعايته وأن يمن علينا بالخير والبركة والازدهار. امبارح ايضا استقبل قداسه البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه المهنئين بعيد القيامه المجيد، وده في المقر البابوي بالكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه. حضر العديد من الوزراء والشخصيات العامه وكبار رجال الدوله للمشاركه في الاحتفالات باعياد القيامه المجيده. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه التهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: كل عام وأقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل عام والمصريين هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش، سائلين الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبنائه بحفظه ورعايته وأن يمن علينا بالخير والبركة والازدهار. امبارح هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بعيدهم من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت السيدة انتصار السيسي: كل عام وأقباط مصر جميعاً بخير وسلام بمناسبة عيد القيامة المجيد. امبارح استقبل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المهنئين بعيد القيامة المجيد في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتوافد الأقباط من جميع الإبراشيات لتهنئة قداسة البابا بالعيد، وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضور العديد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة للمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وشارك قداسة البابا في صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة لعدد من الشعب القبطي المتوافد من مختلف الإبراشيات. امبارح وبمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد لعام 2024، استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عدد من رجال الدين المسيحي لإقامة الصلوات والشعائر الدينية ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين لاحتفال بهذه المناسبة، كما تم تقديم بعض الهدايا وكحك العيد اللي تم إعداده بقطاع الحماية المجتمعية ليهم احتفالاً بتلك المناسبة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظرائها من الدول الصديقة والشقيقة، بتشارك عناصر من القوات البحرية المصرية في التدريب البحري المشترك الموج الأحمر 7 اللي بتجري فعالياته بالمملكة العربية السعودية، وبيستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بمشاركة عدد من الدول. ومن المقرر أن يشهد التدريب عدد من الأنشطة والفعاليات التي توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على التخطيط وإدارة أعمال القتال البحري ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التدريب.